ثلاثة أشياء هي التي تسبب رسوخ المجتمع وتسبب عدم هبوب الرياح الانقلابية على المجتمع. هذه هي الأشياء الثلاثة التي تسبب أن يكون المجتمع راسخا متينا لا تهب عليه رياح تسبب اضطرابه: الكفاءة، الحرية، المعيشة. لوضوح أن الكفاءة إذا وصلت إلى مراكز تكون سببا للوعي الذي يسبب الرسوخ. مثلا جئت بإنسان كفئ لأجل البناء، لا شك أنه يبني بناء حسنا. وكذلك إذا جئت بكفئ في أي شأن من شؤون الحياة، هذا يدير ذلك الشأن بغير النقص أو بأقل قدر من النقص. يعني أن يكون المدير للمدرسة كفئاً، أن يكون الحاكم كفئاً، أن يكون التاجر كفئاً. هذه هي الكفاءة. الشيء الثاني الحريات. الحريات هي التي تأتي بالكفاءات. إذا كان في البلد حرية الكفاءات تظهر، أما إذا كان في البلد كبت، وكان في البلد إرهاب، وكان في البلد تضييق، الكفاءات لا تظهر، لأني أتمكن أن أتاجر في جو الحرية، أستورد بضاعة، أبيع بضاعة لمن شئت ومن أي مكان شئت وبأي ثمن شئت وبأي ثمن شئت في غير حدود الإجحاف بطبيعة الحال، فيكون تنافسا حرا بين الأفراد وتظهر الكفاءات. أما إذا خفت من البناء وخفت من السفر وخفت من الإقامة وخفت من الكلمة وخفت من الكتابة وخفت من الحركة وخفت من السكون، لا تظهر كفاءاتك ولا تظهر كفاءاتك. الشيء الثالث المعيشة. أبو ذر الغفاري يقول: عجبت للفقراء كيف لا يخرجون إلى الأغنياء بسيوفهم. وهذا شيء طبيعي. إذا أنا لم أملك ماء أو خبزا أو مسكنا أو ملبسا أو زوجة أو حرية أو أي شيء مما أحتاج إليه في حياتي الفردية أو الاجتماعية، يكون علي الضغط. وفي المثل المشهور: الضغط يولد الانفجار. هذه هي الأسس الثلاثة التي تسبب استقرار المجتمعات، وأضدادها تسبب اهتزاز المجتمعات وتساقطها في النتيجة.